الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم أكل التمر مع الطحينة في المنام للعلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تدل رؤية أكل التمر بالطحينة في المنام علامة على الأخلاق الحميدة لصاحب الرؤيا خلال تلك الفترة، والله أعلم. تفسير رؤية أكل التمر مع الطحينة في المنام علامة على علاقة جيدة مع الأشخاص المحيطين به في تلك الفترة. حلم أكل التمر مع الطحينة في المنام علامة على الحب والإخلاص الذي يتمتع به صاحب الرؤيا لمن حوله. تدل رؤية أكل التمر مع الطحينة في المنام علامة على الطمأنينة التي يشعر بها صاحب الرؤيا خلال تلك الأيام. رؤية طلب الطحينة في المنام علامة على حاجة صاحب الرؤيا للأفراح بشكل كبير خلال تلك الأيام. من يرى في منامه طلب الطحينة علامة على الأشياء السعيدة القادمة لصاحب الرؤيا خلال تلك الفترة. من يرى في حلمه أنه قام بطلب الطحينة من شخص آخر علامة على الحب الشديد الذي يوجد بينهم خلال تلك الأيام. تشير رؤية طلب الطحينة في الحلم دليل على الأشياء السعيدة التي يحصل عليها صاحب الرؤيا خلال تلك الفترة، والله أعلم. تدل رؤية عمل الطحينة في المنام علامة على كثرة الخير القادم لصاحب الرؤيا خلال تلك الفترة. من يرى في منامه أنه يقوم بعمل الطحينة دليل على الرزق القادم والبركة في حياة صاحب الرؤيا خلال تلك الأيام. تشير رؤية عمل الطحينة في المنام علامة على انتهاء الأزمات والمشاكل من حياة صاحب الرؤيا خلال تلك الأيام. إذا رأى الشخص في حلمه عمل طحينة إشارة إلى الخيرات القادمة لصاحب الرؤيا بعد أذى كبير يمر به صاحب الحلم، والله أعلى وأعلم. أكل سلطة الطحينة في المنام علامة على الرزق الواسع القادم لصاحب الرؤيا خلال تلك الفترة المقبلة. من يرى في منامه أنه قام بأكل سلطة الطحينة دليل على الخطط المستقبلية التي يقوم بها في حياته خلال تلك الفترة. تفسير رؤية أكل سلطة الطحينة في المنام إشارة إلى النجاح الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا بعد مجهود كبير قام به. من يرى في حلمه سلطة الطحينة في المنام علامة على انتهاء المتاعب والأزمات من حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.